اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري. المطبخ المصري بيتميز بالبساطه والسهوله والمرونه وكمان الطعم المميز اللي هي الخلطه بتاعه التوابل. حبك للمطبخ، الجو اللي احنا عارفينه ده كده لما تخش ست البيت تعمل مثلا طاجن السجق البلدي بالبطاطس مدرسه. ازاي اخلي البطاطس تاخد طعم السجق والسجق يتعرف على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده في البطاطس؟ بالتاكيد محتاج لخبره طهويه. هناكل البطاطس ونسيب السجق للضيوف. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله. معايا النهارده عجينه الجلاش، وهنعمل النهارده رقائق الجلاش باللحم المفروم المخلوط بالفلفل بالالوان بسله جزر زي ما انت حابه. ممكن تعمليه بالفراخ، تعمليه بالجمبري، حاجه كده افتكاسه وفيها خبره طهويه. البنوته الحلوه والاولاد في البيت دلوقتي وفي اجازه مدارس يخشوا المطبخ يساعدوا مامتهم، دي فرصه انك انت تجيبي عجينه الجلاش وتعمليها بافكار جديده، سواء تعمليها في رقائق او تعمليها محشيه رولز زي ما احنا حابين. المادجه بتاعتنا المصريه قبل ما تودعنا، ودلوقتي هي في عز طبعا طعمها وشقاوتها والعسل بتاعها، فانا هعمل النهارده عصير او سموزي المانجا بالزبادي. الزبادي بيساعد على الهضم، مفيد جدا، بيريح المعده، بيريح القولون. وجوده مع المانجا بقى وقليل من السكر والنعناع بالتاكيد بياخدنا لمدرسه تانيه وطعم تاني خالص. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه ومعلومه غير معلومه، وتليفوناتنا على الشاشه للتواصل مع حضراتكم. بنحط ايدينا على السؤال نجاوب على طول. هنطلع فاصل صغير اه تروحوا بعيد تابعوني. جاهزة لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا شوفوا مع بعض، انت واقفه في المطبخ مطلوب منك تعملي الاكل اللي انا بعمله النهارده. والبرنامج بتاعنا بيتميز بانك انت اول ما بنخلص الحلقه بتاعتنا الساعه 2 بالظبط ان شاء الله تقدري تعملي الاكل ده. السجق البلدي من عند اي جزار في الحاره في الشارع، اديني نص كيلو سجق، اديني كيلو حسب عدد افراد الاسره. المقادير على الشاشه. معانا بطاطس متقشره جاهزه، البطاطس بتقطعها مكعبات او كاريهات، ومعانا طبعا الفلفل الالوان والطعم البصل والتومه. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نبدا نشتغل في الطاجن ده. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا تاني. بطاطس جميله زي الفل، هنقطعها مكعبات او كاريهات صغيره عشان تتحمر في قلب الزيت. ومعانا سجق، في طريقه كده لتقطيع السجق جميله هتخلي السجق بشخصيته في قلب الطاجن. ومهم جدا وانت بتقطعي السجق لازم يكون معاكي سكينه حاميه عشان السجق ما يتهرش منك، خلي بالك. اهو انا الاول بقطع البطاطس كده مكعبات صغيره بالشكل ده كده، ومعانا بصل وتوم، البهارات قليله جدا هنا، شويه ملح وشويه فلفل. البطاطس بالشكل ده كده بنحمرها في قلب الزيت. وصلنا لمرحله التحمير اللي شايفينها حضراتكم معانا دي كده، اهي فرسان التلفزيون المصري. البطاطس هنا متلدنه وزي الفل، يعني نقدر نقول، لا نقدر نقول ان هي هنا ثلاث ارباع سوا جاهزه بالشكل ده كده، حلو قوي. وعندنا طاسه شديده الحراره على النار. انا بس بشرح كده حاجات صغيره علشان التفاصيل بتاعه الاكله. البطاطس بعد ما قطعناها بنحمرها في قلب الزيت. انا خلاص عديت المرحله دي من الشغل، هخلي دي على جنب. ومعانا البصل الحلو بتاعنا من خير ارضنا، باخد البصلايه الحلوه دي كده بقطعها كاريهات بالشكل ده كده، حلو. بعد ما بقطع البصل دي يا عم الشيف، التوم بتاعنا، ويفضل استخدام توم الطازه. انا مش بحب التوم البودر في بعض الاكلات وخاصه الطواجن واليخنه والحاجات الحلوه اللي احنا عارفينها. هناخد البصل ده كده بشويه زيت زيتون، والله حابه تحط معلقه زبده اهلا وسهلا، معلقه زيت اهلا وسهلا حسب الرغبه. انا معايا معلقه سمنه حلوه كده عشان الطاجن بتاعي يبقى دسم زي الفل. ننزل بالبصله بتاعتنا في قلب الطاسه. مفيش مطبخ في العالم يخلو من البصل والثوم في بدايه اعدادك للاكل، طبيعي. يعني معظم الاكلات كلها سواء مطبخ مصري ايطالياني مكسيكي تشاينيز هندي ياباني، البصل والثوم ده اساسي. ولكن بصل زي بتاع مصر مفيش. هو ده، البصلايه حمراء زي الفل في قلب الطاسه، التحميره الحلوه دي كده. والبصلية بتتحمر، ادلعها. تدلعها ازاي؟ بشويه بهارات حلوين عشان عيونك ما تدمعش. ايه البهارات يا عم الشيف؟ القليله اساس، شويه زعتر حلوين،
الزعتر بيمنع الدموع، ما بيخليش ريحه المطبخ بتاعك ريحه بصل متحمر. والطاجن ده عايز شويه زعتر للامانه، سنه بابريكا وشويه كركم. انا بحب الكركم، بستغل الفرصه لاستخدامه علشان طبعا بينقي الكبد ويطهر الكبد وينشط الكبد. شايفين البصلات غير لونها ازاي؟ طبعا وبقى طعمها حلو. نوسع كده للتومه الحلوه، ادي التومه بتاعتنا الجميله، اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه اهي زي الفل. السجق بقى، نيجي لموضوع السجق. مهم جدا وانا بشتغل مع السجق، انا مقطع شويه مجهزه هنا عشان وقت البرنامج بيحكمنا. ده اشتريناه من عند الجزار بالشكل ده كده اهو، بنجيبه طبعا جاهز كده. طيب عجنت البيتزا في عجاله كده بسرعه، انا هقولها طبعا دلوقتي كمان، وهقولها طبعا بعد ما بخلص الحلقه في اللايف بتاعنا على السوشيال ميديا عشان حبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا ببساطه خالص. بس خلوني الاول المعلومه دي انا مهمه جدا. السجق بجيب سكينه حاميه بالشكل ده كده، واقطع السجق مكعبات بالمصطلح الطهوي كريهات يعني. حلو الكلام. وانا عايز السجق ده ينافس البطاطس في قلب الطاجن. دي شطارتك في المطبخ، ما اعملش طاجن سجق بالبطاطس الاقي السجق اتحول بقدره ادي للحمه مفرومه ومهروس ومهري في قلب البطاطس، والبطاطس مهريه. انا عايز كل حاجه بشخصيتها، بصله مصريه بتتكلم مصري لها شخصيتها. السجق البلدي اللي تعب فيه الجزار وانت تعبت في الشراء وجبتيه له شخصيته. البطاطس اللي انا محمرها ومتقطعه كريات لها شخصيتها. اعمل ايه؟ خطوه خطوه. البصلايه كده جاهزه، باخد السجق ده كده اهو وانزل بيه كده اهو، مش هقلبه خالص ولا هاجي جنبه. كل القصة احطه بالشكل ده كده، واخد دول كمان. ده تقريبا كيلو اهو، قطعته كرهات صغيرة. تلاحظوا ان هم كلهم حجم واحد. تركية المطبخ والخبرة الطهوية بتقول ايه؟ ناخد ده كله مع بعضه كده، نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا شوية. اللهم صل على النبي. وناخد الغطا بتاعنا ده كده واحدة واحدة اهو. شوف بقى التركايه. هعمل ايه؟ شويه شقشاء ميه، اسمه شقشاء ميه، شقشاء ميه اهو بس خلاص. ونغطي الحله بتاعتك. الخبره الطهويه بتقول ايه هنا؟ كيمياء بقى، بندرس كيمياء. الطاس على النار، تبخر الماء اللي انا حطيته اللي هو شقشاء ميه مع السجق اللي انا قطعته. طبعا كل سجقايه متقطعه بالسكينه كرهات بالشكل ده كده، هيتبخر كل ده مع بعضه. هنفتح الطاسه دلوقتي هتلاقي حبايه السجق دي سليمه لها شخصيتها، مش هتتهري ابدا، وتحطيها على السفره تبيتها تاني يوم تسخنيها هي بنفس الشكل. معانا البطاطس بتاعتنا الجميله الحلوه محمرينها كرهات صغيره بالشكل ده كده، والفليفر والطعم مع السجق. هننتظر عليه لمده 3 دقائق 4 دقائق لغايه لما تاخد الصدمه الناريه او البصمه بتاعتها علشان ما تتهريش. ننظف المطبخ بتاعنا ونخش على الطبق الثاني. الطبق الثاني بيقول ايه؟ بيقول انا رقائق الجلاش من اي سوبر ماركت على الناصيه. معانا من الكريمه اللباني 1 كوب، من الزبادي 1 كوب، معانا لحم مفروم متعصج على النار مع تشكيله من الفلفل الالوان اللي الاولاد بيحبوه تقريبا 0.5 كيلو، وشويه بقدونس حلوين وسنه شبت صغيره، والبصلايه الناعمه والتومه الناعمه لتحمير اللحم المفروم. هي دي المقادير ببساطه شديده خالص، والمقادير على الشاشه. نقولها تاني لحضراتكم، استاذه رحاب، المقادير اهي: لحمه مفرومه، رقائق الجلاش، حلو، اللحم المفروم انا عصقته على النار، بصله تومه فلفل الوان، والمقادير على الشاشه. تاني: لحم مفروم نسبه الدسامه فيه تقريبا يعني من 20 ل 30% بالشكل ده كده. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بعصجها مع بصله وتومه وتبقى لها جوسي كده ولها طعم. استعين بشويه شوربه بشويه ميه وتبقى معايا بالطعم ده كده. هي دي اللحمه بتاعتنا الجميله. البعض يقول لك يا شيف مغازي انا مش عايز لحمه مفرومه، ممكن نعملها بالفراخ. مش هتقول لا، نعملها بالجمبري، نعملها بالخضار، نعملها بالسمك الفيليه، هي الفكره واحده. هناخد عجينه الجلاش بتاعتنا الجميله الحلوه اهي. طبعا احنا دايما لما بننزل نعمل شوبنج ونشتري المشتريات بتاعتنا، بتجيبي مكرونه، بتجيبي عجينه جلاش، بتجيبي عجينه ملفي تحطها في التلاجه. انصحك اي معجنات، اي حاجات كده ممكن تكون سهله التكسير، حطها في جنب في الفريزر
عشان لما تقلبي في الفريزر تطلعي مانجا، تطلعي تلج، تطلعي ايس كريم، تطلعي الحاجات دي كلها، العجينه دي ما تتكسرش، لان هي لما بتتجمد بتبقى زي الازاز، والازازه المتسكرت بالذات يعني هتتكسر معاك، تيجي تفتح العلبه او الكفر بتاعها تلاقيها متكسره مش هتعرفي تستخدميها، فشيلها في مكان على جنب في حال تجميدها. هي معانا زي الفل كده اهي، دي كانت مجمده وفكت اهي، هنعملها بالشكل كده رولز، نقسمهم على اتنين، نجيب بلانشه لطيفه وزي الفل، وتعالوا نشوف ازاي هنقطع الجلاش مع بعض. اهو الجلاش دايما فيه علاقه قرابه وحب بين اللحمه والفراخ، سواء نعمله محشي سواء نعمله رقائق بالشكل ده كده. الفهم كده رولز حلو قوي بسكينه حاميه. عينيا حاضر والله البي لك رغبتك، طمعت في جمل؟ يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. السجق بشخصيته اهو، بص عليه كده اهو زي الفل. اوعي بقى تفرحي انك انت حاطه بصله على النار وبتشتغلي زي الشيف المغازي وبتعملي شو اعلامي لا خالص، اوعي تقلبيه. انا هنقلبه دلوقتي بقلب جامد اهو اهو اهو. انس يتيري فين؟ احنا بنلعب بنهزر اهو بنفس الشخصيه اهو زي الفل. انزل بالبطاطس بتاعتي. الطاجن ده بيتكلم مصري، بطاطس متقرمشه زي الفل. عينيا طبعا تقليبه حلوه كده برضو بهدوء اه 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 براها خالص اه. تلاحظ ان السجق بشخصيته، شخصيته القويه، البطاطس برضو بالقيمه الغذائيه الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيها قويه جدا، لان هي بصراحه مفيده، وسبحان الله النشويات اللي موجوده في البطاطس غير نشويات الرز غير نشويات الشوفان غير نشويات القمح، بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، فنستعين بيها ودايما نشتغل معاها بعنايه اهو. حمرتها في زيت نضيف نص تحميره، ادي الطاجن بتاعي خلص اللهم صل على النبي. عايز شقشاق ميه، شقشاق ميه اهو. لا مش عايز طماطم، انا هحط طماطم شكلها مش هيبقى حلو خالص اهو. عايزها سبايس احط فلفل حامي معانا بالشكل ده كده زي الفل اهي. سيبها تاخد غلوه، ولما تاخد غلوه غطيها برضه عشان البخار ده ما يتبخرش، انا عايزه ايه يتعامل مع البطاطس، لان انا شخصيا احنا كرمه وحضراتكم بتستاهلوا الكرم ده، لما نعمل حاجه حلوه نعمل ان الضيوف تاكل منها بشياكه. انا دلوقتي لو قدام الطبق ده هاكل البطاطس واسيب السجق للضيوف، ايه المشكله يعني؟ اهم حاجه الضيوف يتبسطوا. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير بقى، هتروحوا بعيد تابعون. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، فرحان بالسجق البلدي بتاعنا والبطاطس كل واحد بشخصيته، كأنه مقطعها لحمه كريات او لحمه هبره. ايه التركيه هنا؟ ايه الجديد يعني؟ ايه اللي انت عملته يا مغازي غير الاخرين؟ لازم نعرف الموضوع ده. السجق اشتريته من عند الجزار بياخد مرحله تبريد، بقطعه بسكينه حاميه جدا كريهات، يبقى معانا بالشكل ده كده فرسان التلفزيون المصري اه 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 اه. شايفه بتنزل اهي اهي، عمرها ما تتهري ابدا. ياخد الصدمه الناريه بشقشاق ميه ونغطي الحله، ما تخليهاش مكشوفه عشان البخار ينسجم مع مكان تقطيعه السجق، يبقى بالشكل ده كده. الطاجن ده كده خالص زي الفل مستوي، هنغرفه لحضراتكم كده سريعا عشان نشوف اللي بعده. اللهم صل على النبي اهو. يلا يلا العب اه، هو ده اه. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال؟ هتاكل سجق ولا بطاطس؟ اللي انت حب. حلو قوي، نخش على موضوع الجلاش. قطعنا الجلاش بالشكل ده كده اهو، هنقطع تاني نص عجينه الجلاش اللي باقيه معانا واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. ادي شويه الجلاش. على فكره كلمك الصراحه يعني، لو ما لقيتيش عجينه الجلاش دي تجيب العيش الشامي السوري هتبقى حلوه، تعمليها بنفس الطريقه، جربيها كده. لو ما لقيتيش يعني وجاي على بالك تعمليها وما لقيتيش في السوبر ماركت او المنطقه اللي انت فيها نفس العجينه اه، هناخد كده او الرقاق الطري. الله عليك يا استاذ ريحان، شيفه شاطره. هنقطعه بالشكل ده كده اه اه اه، شايف القطعه دي كده اه اه، السكينه تنزل كده تتناغم اه
مزيكا اهي القطعيه واحده اهو. اوعى اصبع ايدك ولازم تحكمي السكينه بنفس اللي انا ماسك كده، تحط اصبعك على السكينه كده غلط، مع الوقت 2 3 4 هتبقى قاعده في قاعده وقعدت ايدك على اصبعك كده مدريه من الايه؟ من مشاكل السكينه اللي فيه. خلي بالك اللي بقوله ده ظاهر قدامنا اهو. حلو قوي، هناخد كده اهو زي الفل اهو، نحطها كده بس خلاص. حلو، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده ونكمل مع بعض. الكسرولة بتاعتنا زي الفل، بنعمل خليط مع بعض كده. الخليط ده عبارة عن ايه؟ نبص على اللحمة اللي هي الحشوة اهي، جوس يعني، فيها شوية طعم كده، فيها سائل ما تبقاش ناشفة. اه شوية المية دول مهمين. حلو قوي، هعمل ايه بقى؟ هحط ده هنا. ايه ده يا شيف؟ هو ده، نحط البيت هنا. حلو، ثلاثة كفاية، بنقلبهم مع بعض. البيض زفر، بيبقى فيه زفارة البيض عموما يعني، عشان كده بنحط فانيليا لما بنعمله حلويات، ولما نعمله في حادق بنحط فلفل اسود، ما تحطيش الفلفل الابيض، انا مش بحبه في الاكل مع البيض بالذات، مش بيسيطر على الزفارة بتاعة البيض. فلفل الابيض ده في شوربه سي فود مثلا، في حاجه بنعملها بالكريمه وايت صوص اهو. فلفل الاسود بيشيل الزفاره من البيض، زي الفانيليا لما بتشيل الزفاره من البيض. بنحط شويه زعتر، قلبناهم مع البيض. معانا زبادي، بنقلبه مع البيض. معانا كوب من الحليب، بنقلبه مع البيض. حلو قوي، معانا معلقة سمنة حلوة، بنقلبها مع البيض. اللحمة لها صوت حلو قوي، سامعين الصوت ده كده؟ اه جايلك يا لحم. معلقة السمنة، حلو قوي. عندي كمان فص توم ني كده زي الفل، سنة شبت صغيرة، شوية بقدونس محترمين مفرومين ناعم، كل دول مع بعض. اه الخليط ده خليه على جنب. اه بس خلاص، اشيل كل ده من هنا واوسع لنفسي شويه، واجيب المغرفه الحلوه دي كده، حاجه سهله كده تخش المطبخ بنوتك في الاجازه، الاولاد يعني يساعدوكي ويشتغلوا معاكي في الحلو ده او في الاكله دي. اه اه على فكره بالمناسبه انا قلتها كلمه، ممكن يتعمل حلو على فكره نفس الطريقه مع تفاح. تجيب التفاح الاخضر يتقشر، تقطعيه كرهات وتبقى فطير رقائق الجلاش بالتفاح. ممكن تعملها بالفراوله، الفواكه اللي فيها الياف ماسكه. مانجا لا مش تبقى لطيفه قوي، المانجا مع الكنافه ما اقولكيش حاجه قنبله، انما مع فراوله مع تفاح تبقى حلوه قوي على فكره. هناخد الخليط ده كده زي ما هو اهو لغايه كده، احنا ايه زي الفل يا شيف. وناخد الخليط الحلو ده اللي معانا اهو، شيء شيء الله. السمنه مع الزبادي مع الحليب مع شويه الزعتر مع البيض مع الفلفل. سامعين صوت اللحمه؟ حلو قوي. ناخد اللحمه اللي هي مستويه دي زي الفل كده. الله، مش حابه لحمه ممكن تعمليها بفراخ مفرومه، مش عايزه فراخ ممكن تعمليها بجمبري، ممكن تعمليها بسي فود زي ما انت حابه. اه هي الفكره والحشوة حسب رغبة ولادك، اللي هو التوبنج بتاع الجلاش اهو. ارسم يا شيف، هو ده. لسه ما خلصتش. درجة حرارة الفرن كام؟ مأمنين عليها 180. نبص عليه كده عشان قلبي يطمئن. حلو قوي، تمام زي الفل. ناخد بقية العجينة اه ونوزعها بالتساوي. هتقول لي يا شيف مغازي ايه الجديد يعني افتكاسه؟ ما انت ممكن تحط رقائق الجلاش يا عم. هو المطبخ ايه؟ افتكاسه تغيير؟ ما ممكن كوبايه الشاي، الباكت الشاي والميه المغليه، مره عود قرنفل صغير، مره حبه حبهان حلوه،
عودني عناع بلدي حلو لسه شاربه دلوقتي، تغيير هو شاي وباكت شاي، ولكن عشان الاولاد وجوزك ما يملش واولادك ضيوفك حماتك بتزورك ماما تعملي لها حاجه جديده. والله بفتح التلفزيون لقيت الشيف المغازي الساعه 1 بيجي على القناه الاولى عمل الصينيه دي جميله يا ماما، خدتش منه وقت، والعجينه اتاكدت ان هي شربت من الخلطه. اعمل ايه؟ اهو اخد الخلطه دي كده. الشكشوكه تعملها بالخضار، تعملها باللحمه المفرومه، ولكن اساسي البيض لو في التلاجه نطلعه من قبل خلطه ب 10 دقائق. ندخلها الفرن؟ حاضر. اهي زي الفل. درجه حراره الفرن كام؟ 180، ومأمنين على الفرن. يعني ايه مأمنين؟ اوعى تحطها في فرن بارد، الجلاش ده هيعجن منك ويبقى شكلنا وحش، واللي بيقول الشيف المغازي غلط. هناخد الصينيه زي ما هي كده، وجود الزبده مع البيض مع كل ده زي الفل. في بقى تركايه هنا هقول عليها دلوقتي. المفروض احط جبنه هنا، جبنه شيدر، جبنه موزاريلا، جبنه رومي مبشوره حسب الرغبه، مش هحطها دلوقتي، هحطها بعد الفصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع عروسة الشرق الأوسط كله، مانجا مصرية ما أقولكيش في السوق مرطرطة بأسعار مختلفة، عويسة على فونس على هندي على حاجات وألوان حمراء. أنا عاشق للمانجا، وتاني بقول تاكل مانجا، جوزك بيحب يرجع من الشغل ياكله 3-4 حبات مانجا حلوين، حط قدامه دورق مية، ما تكونش مية ساعة، مية عادية خالص من التلاجة من الحنفية، يعني ما تكونش مية مجمدة مية ساعة زي اللي بنشربها دي مشبرة، لا مية عادية خالص عشان تعمل على دوبان المانجا وتبقى ناخد نتخلص من الأملاح اللي موجودة فيها. شكلنا حبتين مانجا وراهم كوبايتين مية بس، خلاص أي مشاكل للمانجا مش تبقى موجودة. واسأل العلم في الكلام اللي بقوله ده، حلو الكلام. المانجا موجودة معانا، معانا تلج مجروش، عندي خلاط يكسر التلج ده توكل على الله، معانا شويه سكر مع ان المانجا بتاعتنا مش محتاجه سكر هي لوحدها سكر، عسل، معانا ورقتين نعناع اخضر. المشروب ده بجد تعظيم سلام له، زبادي، مانجا، تلج، سكر، نعناع اخضر، وشويه حب، والمقادير على الشاشه، ونجهز الكاسات اللي احنا هنحط فيها العصير بتاعنا. اه اللهم صل على النبي. حلو، طيب افتح الخلاط يا عم الشيف. لا لسه بدري حبيب قلبي، بيقول لي اللي في الفرن. والله انت ابن حلال. ادي التلج، صوت التلج في الخلاط بيوجع لي قلبي. هيتحط عليه ليمون ولا مانجا ولا برتقال ولا ولا ولا. ادي المانجا، انا بتكلم مصر المانجا، شايف المانجا في قلب الخلاط. انا عارف انت بتحب الصوره الحلوه دي. ده اهو، ايه ده، ايه الحلاوه دي. اهو اهو، شيل الطبق ده كده عينيا. يعني نرحم المانجا بان احنا ناكلها كده واحنا قاعدين بنتفرج على القناه الاولى او على التلفزيون. يعني مره ناكلها كده، مره نعملها عصير، مره نعملها سموزي، مره نعملها مع عجينه الكريب زي ما شفنا عملناها ازاي، تقريبا عملتها امبارح او يوم السبت على ما اعتقد. شفت المانجا؟ والله ريحتها جميله جدا، ريحتها الارض المصريه. الله، بايدي عشان احس بالنعمه بتاعه ربنا. عليا الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطولة العمر، حد يغسل ايده من نعمه ربنا؟ كان بياكل كباب في الفيلم. ننزل بالمانجا كلها كده. كلها عازمك انا على واحد كوبايه، واخلي دول كده ايه برزنتيشن. الزبادي، يعني ممكن عايزه تجيبي زبادي دسم قليل، ماشي مفيش مشكله. كفايه دول كده زي الفل. ورقتين نعناع اخضر، بلاش العروق. سكر، والله ايديا ما عايزه تروح على السكر، سامحوني انا مش هحط سكر. يعني انا بقول السكر عشان الاطفال الحلوين بس من غير سكر اسمعي كلامي. عملت انا عصير الطماطم امبارح بالعسل، كسر الدنيا على السوشيال ميديا. عصير الطماطم بالجنزبيل والعسل، العسل او السكر على الطماطم غير المانجا. ليه يا شيف؟ لان العسل او السكر على الطماطم بيشيل الحموضه والقرحه ومشاكل القولون، اما المانجا مش محتاجه سكر، هي لوحدها عسل. حلو الكلام؟ عسل مانجا. في قلب الخلاط.
لا ما تقلقش، الخلاط بتاعنا قوي متدرب. العب. لكلينين يا بطل. يلا يلا يا باشا. انا بقفل الخلاط قبل ما اقفله، بغطيه يعني سوري، عشان حبيبي شايفين الجلاش في الفرن بيتكلم مصري. المطبخ النهارده مصري، بيبقى فيه شويه تحابيش، شويه حاجات كده وتفاصيل جوه الاكله ما يفهمهاش غير اللي بيحب المطبخ. خلي بالكم اهو، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ لسه بقى الاختيار ليك انت ما بين ثلاثه، جبنه موزاريلا مش هتقول لا، جبنه رومي مبشوره مش هتقول لا، جبنه شيدر مبشوره مش هتقول لا. دول اعتقد ان هم في متناول الجميع، بس تحط ايا كان منهم ما تنسيش انك انت بقى تعمل ايه حاجه حلوه قوي. زي ما انا شغال كده اهو، لا اقل من دقيقه الله يرضى، بس الجبنه تسيح شويه على ما صب العصير، سامحوني معلش. قلب الصغير لا يتحمل. اخدها زي ما هي كده اهو، واحطها على الشبكه فوق عشان الجبنه تسيح شويه. حلو قوي. ونصب المانجا. اللهم صل على النبي. لا المانجا ده اعزمك عليها دي بقى، ده معموله بص ما اقولكش التلج. ميه معدنيه ما تقلقش. هناخد الخلاط ده كده نخليه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونخلي ده هنا كده. هنا يا حبيب هنا عينيا اهو يا غالي. حاضر هنا حاضر. يلا اللهم صل على النبي. بتتكلم مصري وهي نازله من قلب الشفشه. شفشه عصير مانجا، سموزي مانجا بالزبادي والنعناع. النعناع هنا سيد الموقف اهو، كسر الطعم وممكن الحموضه بتاعت الايه المانجا. تجيب المانجا اللي هي ما فيهاش شعر كتير، المانجا في السوق اشكال والوان. الناس السياح بيجي ياخدوا المانجا من عندنا المطار، تشم ريحه المانجا فيه من طالعه من المطار، هدايا مانجا بره. حلو قوي. معايا كاسات تانيه لسه. اهي واحده اهي، دي بتاعت الصغيره دي. ألف أنا وشيف. جرنش ده بتاعك بقى، ورقة نعناع حلوة كده مش هتقول لأ. زي دي كده. هطلع الفطيرة بتاعتي عشان اللي يشرب منها يعرف إن دي فيها نعناع، مش نخسر حاجة يعني. حلو الكلام؟ يا ست الكل، حاضر عينيا. عينيا. التفاصيل الصغيرة دي أنا بحبها. لما بيكون في عين تانية بتشوف الشغل أنا بكون مبسوط، مش أنا لوحدي. أنا قلت لحضراتكم امبارح مع الكلام الحلو اللي كنت بسمعه من الأطفال الحلوين كل المشاهدين، مش لوحدي بشتغل، خلي بالكم أنا آخر واحد ممكن أبذل مجهود. هنطلع الجلاش بتاعنا. إيه الأخبار؟ العب. جبنة؟ بس بصراحة أنا أحبها مع الجبنة الرومي مش مع الموزاريلا. أنت الاختيار ليكي بقى. هي أنا هنا موزاريلا، بس لو جبنه رومي مبشوره بتاعتنا اللي يقول لك جبنه مبطرخه دي جميله جدا، بس في الحاله دي يا ست الكل تقللي الملح بقى. استخدمت الجبنه الرومي بدل الموزاريلا، ارفعي ايدك عن الملح شويه. مطبخنا النهارده من قلب المطبخ المصري ولكن بفكر طهوي مغازي، مغازيه يعني. عملنا طاجن البطاطس بالسجق، وشفنا السجق ازاي نحافظ على شكله وشخصيته مع البطاطس الكربوهيدرات والنشويات. عملنا صينيه جامده جدا فيها خبره طهويه. عملنا عصير المانجا بالزبادي بيتكلم مصري من قلب الشفشه.
رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.